أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نشرت صحيفة الغارديان تقريرا أعدته سيمونا فولتين، تساءلت فيه عن الطريقة التي اختفت فيها أكثر من ملياري دولار من خزينة الدولة، وقالت إن لغز الاختلاس موارد الضريبة لم يحدث على ما يبدو بدون مساعدة جهات في المناصب العليا في البلد، وقالت إن العراقيين أطلقوا عليها سرقة القرن التي كانت حديث كل العراقيين في العراق. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن عملية السرقة لم تكن لتتم بدون مساعدة مسؤولين بارزين، كما وكشفت سلسلة من الرسائل الصادرة عن الحكومة في صيف 2021 وقعتها مؤسسات حكومية بما فيها مكتب رئيس الوزراء في حينها الذي ألغى عملية التدقيق على سحب الأموال من حسابات مصلحة الضريبة العراقية. خلف الأضواء كان المسرح مهيئا للاختلاس من موارد الضريبة، فيما ستكون أكبر فضيحة فساد في ظل رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي المدعوم من الغرب، وهي فضيحة مثيرة للدهشة لبلد يأتي في آخر مؤشر قائمة منظمة الشفافية الدولية. وتم سحب أموال الضريبة 2.5 مليار دولار إلى حسابات شركات وهمية وبدون أي وثائق تشير إلى الكيفية التي تم فيها تحويلها، وبمساعدة من مسؤولين فاسدين، وهو ما بدا في تحقيق داخلي من 41 صفحة اطلعت عليه الصحيفة. وتم غسل الأموال المسروقة عبر مشتريات عقارية في مناطق بغداد الراقية حسب مصادر متعددة. وتقول الصحيفة إن خطة السرقة أشرف عليها رجل أعمال له صلات قوية، ونفذها موظفون في مصلحة الضريبة الذين يحظون بدعم من فصيل مرتبط بإيران هو منظمة بدر. إنها شبكة كبيرة ويقف خلفها سياسيون كبار من النخب القوية التي تقود البلد، ولا يستطيع رؤساء الدوائر سرقة هذا المبلغ الكبير. هناك اتفاق وكل طرف حصل على حصة. هنا يكشف تقرير لموقع ميدل إيست آيل البريطاني عن كيفية استخدام طهران لذكرى 40 الحسين لبسط نفوذها في العراق ولإرسال رسائل لأعدائها. يقول الموقع إن أربعينية الحسين تستخدمها طهران أيضاً لتأكيد دورها في المنطقة لسنوات، واستخدمت الحدث لتعبئة قواتها وتأمين أجندتها السياسية وأظهار استعراض القوة للمنافسين. لقد أصبح أكثر صلة بالموضوع في السنوات الأخيرة وسط مشاركة طهران المتزايدة في العراق وملاحظات حول تورط الحرس الثوري. خلال العقد الماضي فرضت العقوبات الغربية والمنافسات والصراعات الإقليمية ضغوطا كبيرة على المؤسسة الحاكمة في إيران، وكلما زادت المشكلات التي تواجهها السلطات مثل اندلاع الاحتجاجات مؤخرا ازدادت أهمية الأربعين لإيران كدولة ثيروقراطية. إنها بالنسبة للسلطات الإيرانية أداة مهمة لتعزيز الشرعية الأيديولوجية والقومية والدينية بعد عام 2003 عندما طاح التحالف بقيادة الولايات المتحدة بصدام من السلطة. فتحت القوى الغربية المحتلة الباب أمام إيران لزيادة نفوذها في البلاد. بعد ذلك بدأت رحلات الحج المنظمة على نطاق صغير منذ ذلك الحين. نمت الأربعين وأصبحت تزداد أهمية بالنسبة للسياسيين في طهران كتعبير عن القوة الإيرانية. وجود السلطات الإيرانية في العراق واجه مشاكل، خاصة منذ اندلاع حركة الاحتجاج في عموم العراق عام 2019، لكن أحداثاً مثل الأربعين ساعدت في توسيع وجودها المادي هناك، ولن يتم التراجع عن ذلك بسهولة. يقول الكاتب علي حسين في صحيفة المدى: كل يوم تتحول الأنظار صوب ملاعب قطر، ولك أن تتفاخر عزيزي المواطن العراقي فإن أحد الملاعب التي تقام عليها هذه البطولة نقش عليه اسم المعمارية العراقية زها حديد، ولك أيضاً عزيزي المواطن العراقي أن تشعر بالراحة حيث ستغيب وجوه مقاولي البرامج السياسية وتتوقف مهرجانات الأكاذيب السياسية. يضيف الكاتب: في الوقت الذي يتمتع فيه المواطن القطري بمشاهدة نجوم هذه اللعبة، فإننا في هذه البلاد نقدم كل يوم مباريات أبطالها يلفلفون مليارات الدولارات دون أن يشعروا للحظة واحدة بالخوف.
في بلاد الرافدين يشاهد العراقيون ماذا صنعت قطر لتقدم للعالم هذا المهرجان الرياضي، ملاعب أشبه بالخيال ومدن تسحر المتسمرين أمام شاشات التلفزيون. وسيعرف المواطن العراقي وهو يتفرج على ملامح مدينة كالدوحة مدى الفرق بين بناء ناطحات سحاب وبين دولة تعجز عن رفع النفايات. صرفنا مئات المليارات من أجل أن نثبت للعالم أننا نعشق السيادة، لكننا في الوقت نفسه حرمنا المواطن البسيط من أن يتمتع ولو بشيء بسيط من الرفاهية الاجتماعية. نتحدث عن تجارب الحكومات التي أشاعت نظام الكفاية لكل المواطنين مع شعار الحق في الرفاهية والسكن والصحة والتعليم، في الوقت الذي ما نزال نستمع إلى الأخبار التي تطالبنا بالتصفيق للتجربة الديمقراطية، وفي نفس الوقت الذي تضع قطر نفسها على سلم الدول الأكثر رفاهية، ننتظر في بلاد الرافدين الإعلان عن زيادة في مفردات الحصة التموينية. تستعد روسيا لإبرام صفقة مع إيران تتمكن بمقتضاها من تصنيع مسيرات على أراضيها، في الوقت الذي توجه فيه الدول الغربية اتهامات لموسكو باستخدام الطائرات الإيرانية في حربها ضد أوكرانيا. وقالت صحيفة واشنطن بوست إن روسيا وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن تصنيع مئات الطائرات المسيرة على الأراضي الروسية، استنادا إلى معلومات استخبارية حديثة اطلعت عليها وكالات أمنية أمريكية وغربية أخرى. ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين مطلعين القول إن المسؤولين الروس والإيرانيين وضعوا اللمسات الأخيرة على الصفقة خلال اجتماع جرى في إيران أوائل الشهر الجاري، مضيفين أن البلدين يتحركان بسرعة لنقل التصاميم والمكونات الرئيسة للطائرات من أجل بدء الإنتاج في غضون أشهر. الاتفاق إذا تحقق بالكامل فإنه سيمثل تعميقاً إضافياً للتحالف الروسي الإيراني الذي قدم بالفعل دعماً حاسماً لحملة موسكو العسكرية المتعثرة في أوكرانيا. وذكر مسؤولون أمنيون من دولتين راقبتا التطورات أنه تم الانتهاء من تفاصيل الصفقة الإيرانية الروسية في اجتماع أوائل تشرين الثاني نوفمبر، والذي شارك فيه فريق من مفوضي صناعة الدفاع الروسية سافروا إلى طهران للعمل على المسائل اللوجستية. الحصول على خط التجميع الخاص بها سيمكن روسيا من تحقيق زيادة كبيرة في مخزونها من أنظمة الأسلحة غير المكلفة نسبيا ولكنها شديدة التدمير، والتي غيرت في الأسابيع الأخيرة طابع الصراع الأوكراني المستمر منذ 9 أشهر. وأشارت التقارير إلى أن روسيا استخدمت أكثر من 400 طائرة مسيرة هجومية إيرانية الصنع ضد أوكرانيا منذ آب أغسطس الماضي. العديد منها استهدفت مواقع بنية تحتية مدنية مثل محطات الطاقة. نشر الصحيفة نيويورك تايمز تقريرا قالت فيه إن مباريات كأس العالم في قطر تمثل تتويجا لجهود دول الخليج في الرياضة العالمية. وقالت في تقرير عدته فيفيان نريم إن استقبال المباريات العالمية وشراء نواد رياضية بل والبدء بمباراة دولية للغولف هي أمثلة على محاولة دول الخليج استخدام ثرواتها لكي تلفت الانتباه والحصول على المكانة العالمية ودعم التنويع الاقتصادي وبناء المصداقية السياسية. ويأتي افتتاح مونديال 2022 تتويجا لعقد من الزمن ضخت فيه قطر ودول الخليج مليارات الدولارات في الرياضة الدولية، ومع وصول أكثر من 1,000,000 زائر لحضور المباريات، فالمونديال هو جزء من خطة العائلة الحاكمة الدفع ببلدهم المحافظ نحو الأضواء العالمية، وهي استراتيجية مولتها ثروة الغاز الطبيعي. يقول سايمون شادويك أستاذ الرياضة والاقتصاد الجيوسياسي في مدرسة سكيما للاقتصاد والذي سافر إلى قطر لأكثر من عقد وشغل تطورها، يقول إن السبب وراء كأس العالم هو تمرين أو خطوة تريد من خلالها قطر تأمين نفسها وأهميتها وشرعيتها. وبالنسبة لحكام الخليج الذين يهدفون وبطرق مختلفة إلى تعزيز الهوية الوطنية من خلال الاستثمار في الرياضة وكذا تعزيز شرعية قيادتها، فهي موجهة بالضرورة للجماهير المحلية أكثر منها للمنطقة أو المشاهد العالمي. وعندما فازت قطر باستضافة كأس العالم قبل 12 عاماً لم يكن الهدف إظهار البلد، فهي مقر قناة الجزيرة والخطوط الجوية القطرية. ويأمل المسؤولون القطريون
أن تعزز مباريات كأس العالم مكانتها كدولة متميزة قادرة على الاعتماد على نفسها إلى جانب جيران أقوياء بمن فيها السعودية والإمارات. تنظيم مباريات كأس العالم هي لحظة مهمة لأمة شابة. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. والآن مشاهدينا إلى فقرة الكاريكاتير. بينما تستمر القيود المفروضة على مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية في أفغانستان، تسعى فتيات في العاصمة كابول إلى التواصل وتعلم فنون الدفاع عن النفس، وذلك من خلال ممارسة رياضة الوشو، وهي مجموعة من المتدربات الشابات على تشجيع الفتيات على المشاركة في الحياة الاجتماعية عبر ممارسة وشو في صالة الألعاب الرياضية غرب كابول. وتقول مشاركات في التدرب إنهن يريدن مواصلة التدرب على رياضة الوشو، والتي تتيح لهن فرصة التواصل الاجتماعي مع الآخرين وتحسين قواهن البدنية وتطوير مهاراتهن في الدفاع عن النفس. نظمت قطر حفل افتتاح المبهر للنسخة 22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي انطلقت الأحد وتستمر حتى 18 من كانون الأول ديسمبر المقبل. وبدأ حفل الافتتاح بمجموعة من الاستعراضات الراقصة التي أشعلت حماس الجماهير، سبقتها فقرة غنائية من التراث في بداية الحفل. وشهد حفل الافتتاح عرضا خاصا لتميمة البطولة التي تطايرت في الهواء على أنغام الموسيقى. وبعدها ألقى النجم السينمائي الشهير مورغان فريمان كلمة رفقة الشاب القطري غانم المفتاح سفير النوايا الحسنة في قطر. كما شهد الحفل عرضا لأغاني بطولات كأس العالم السابقة، أعقبها عرض أغنية متعددة اللغات مع مشاركة المغني الكوري الشهير جون جوك. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف.
في ختام صدى الأقلام نشكر متابعتكم ونلقاكم على خير.